جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن الملابس التي تلبسها المرأة أثناء صلاتها، وهل يجب عليها أن تستر الكفين والقدمين؟ وإذا لم تفعل ذلك، هل صلاتها كاملة أم ناقصة؟ جزاكم الله خيرا. المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال من غير محارمها، فإن كان عندها رجال من غير محارمها فإنها تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه، لأنه عورة عند الرجال الأجانب، والبقية من جسمها عورة في الصلاة، فهي تستر جميع بدنها بما في ذلك الكفان والقدمان، ولا يظهر منها شيء إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال من غير محارمها. نعم.